وصل وهنا دعوة للبربي نقصونا من الإداريات حاجة ممكنة هذا يموت هذا جثمان ما عندكمش فكرة يا أخي على واحد يفقد بنته يفقد أخته يفقد زوجته جثمان مطيش في الجابون. بعض ساعات نتسألوا على الجانب الإنساني في بعض الموظفين اللي عندهم شوية تكلس إداري. باهي نتعدي ونرجعوا بلتو الزيارة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لفرنسا. معنا عبر الهاتف يمينة الزغلامي نائبة عن حركة النهضة. أهلا بك مدام زغلامي. أهلا سي حاتم، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي نفاد. يعيشك مدام يمينة. نبدأ ساعة ما بعد الحجر الصحي ما بعد الكورونا، تعتبر هل الدولة التونسية والحكومة التونسية نجحت؟ شكون شكر العروسة؟ ما نسمش نحكيه على عبد اللطيف المكي، ما نحكيه بصفة عامة على التعامل مع معناها أنت كنائبة راضية على الأداء الحكومي في التعامل مع أزمة الكورونا ولا؟ هو كل واحد يحب يكون عنده عروسة يعني ثانية ويشكرها أكيد. أي. والله لا دونك الحقيقة كان سي عبد اللطيف عمل أخطار يعني قضية تعرفني سي حاتم نقولها ما ثم حتى مشكل بالعكس مش هذا. ثم النجاح اللي قامت به وزارة الصحة أكيد ما يرجعش سي عبد اللطيف فقط، وإنما يرجع للإكيب كلها، للمعاه، للجنة العلمية، للطب، للفرملية، للي هز في الأمبيلونس جثة وما خافش. هذا النجاح يرجع للناس هذوما الكل، الإطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة الحقيقة، وقد ما نعملوا لهم وقد ما نلبيوا لهم طلباتهم يعني هؤلاء وشوية، فتحية لهم وربي إن شاء الله يفضلهم. فقط المسألة الصحية يزم معها نجاح اقتصادي واجتماعي، وهذه الحقيقة اللي فيه برش حديث. هذاك علاش أنا نتصور غدوة المساءلة مع السيد رئيس الحكومة إذا تكون مساءلة جيدة ومساءلة في صلب الموضوع اللي نحن دونك طالبين فيه السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، لابد من قراءة جيدة جدا في جملة المراسيم التي يعني وقع الزارة، وخاصة أنا عضو في لجنة النظام الداخلي وجدل التفويض كان جدل كبير برشا. ونتفكر مليح مداولات اللجنة. اليوم التفويض اللي قدمناه السيد رئيسي، هل ترى وزراء المحترمين هل ترى فعلا يعني تهدي حلول اقتصادية واجتماعية للتوانسة، ابدا من فاتورة الماء والضوء للقروض نتاع الناس في البنوك، لك الماندا نتاع 200 دينار يعني هالتفاصيل هذه واللي صاروا فيهم برشا جدل مدام يمينة. معناها بالحق رينا برشا انفلات بعض ساعات في التعامل في الحكاية. بي نقعدوا في حصة غدوة، تعرف اللي الحكاية اللي صارت معناها حكاية التضارب المصالح، فما حاجة أنا اليوم لفتت انتباهي، فما مستمع وفي بعث لي فيديو متاع سي عبد الكريم الهاروني يحكي على الشركة والتضارب المصالح ويحكي ومعناها صون فريمون معناها نقص كان باش يسمي لي ديتاي. معناها حركة النهضة كان عندها علم مسبق على ديزون، ما نحبش نكبر الكلام، ديزون لو ريسك نتاع تضارب مصالح فيما يخص الشركات نتاع سيليس فخفيخ. تأكد لي هذا ولا لا؟ معناها سمعت بوذني انا. انا ما نجمش ناكد لك سامحني سي حاتم، رغم احترامي ليك ومعرفتي بيك وبصدقك ويعني اخلاصك في ما نجمش نصدق، ما نجمش يعني الحقيقه نصدق، والا سامحني نكذب لانه ما ريتش الفيديو وما سمعتش سي كريم هاروني. سي عبد الكريم في لقاء في حنا بعل حكى على قال راهو فما ريسك معناها من المؤاخذات نتاع النهضه على برشا اسماء في تكوين تشكيل الحكومة. ثم الحقيقة أنا نحب نمشي في النهج الصحيح. اليوم نحن كتوانسة وانتم كآلميين عندنا زوج خيارات، يا اليوم ثم تضارب مصالح وثم قانون يحمي وثم قانون في البلاد يلزمنا نحترموه الكل، من رئيس الجمهورية نتاعنا لرئيس الحكومة للنواب لرئيس البرلمان وحتى حد من فقراء سوريشا. واليوم قاعدين 100% باهية في تونس ما تستثني حتى حد.
واللي غش التوانسة واللي عمل يعني حاجة ضد القانون تعتبر مصالح لعب أنه كيف وكيف غيره يمتثل القانون. هذه في أصل الثنية البيع. الثنية الأخرى أنه النهضة في بالها والنهضة ستستثمر والنهضة والله هاي فرصة جات على طبق من الورد باش ما نعرف شنو. الحقيقة هذه واللي ثبات سياسية ضيقة وتيح في الشعبوية. أنا مدام زغلامي أنا ما نقصدش القصد متاعي اللي كنتوا عارفين من الأول اللي فما ريسك واستعملت كلمة ريسك مانيش نتهم فيكم معناها الريسك كان موجود معناها انتم كنتم لا كلامك صحيح انا ما اخترناش الياس احنا اللي اخترناها ما تعديش البرلمان فهمت احنا اللي اخترناه وتحملنا في المسؤولية ما واحد يقولها بكل وضوح لعدة اسباب تعرف سيادتك انه سي الجمهورية ما تعديش هذاك اللي اختارته النهضة لو كان عمل له حاجة حاسبونا وتعدل حاسبونا قولوا هذاك خيار النهضة والنهضة لم تتحرى حقيقة سياسة مش نحن اخترناه فهمت لكن نحن كي دخلنا الحكومة نحن نجيب الحكومة هذه ونحن حزام السياسي وانا تحمل المسؤولية جزء من المسؤولية مع بقية الشركاء في الحكم هذه على حقيقة مسألة يعني واضحة مانيش متهربين منها نحن كحارة النهضة مانيش متهربين منها. هل سيقع مساءلته غدوة على الحكاية هذه ولا لا؟ أكيد وبش يصير بش يصير يعني بش يصير يعني في وأنا الحقيقة هون قلت لك كصراحة أنا اللي حاس في نفسي وأنا كنت أنتظر هذه الجلسة بش نحكي على هموم التوانسة يعني هاني قلت لك التونسي اليوم اللي جاته فاتورة الضوء دوبلي وتريبلي وكلي قصوله قرض وعطوه مهلة وقال روح بعد البنك قطوا ليه سامحني في تعبك يجب باش نعود لك نعرف شنو جدولة والناس الضايعة وكلمة قاعدين واللي خرج تقاعد نعرف شنو الحقيقة وملفات كبيرة وأمنية وصحية وشباب معتصم وشباب في تطاوين وما نعرف شنو هذه القضايا في الأصل اللي نحن وملفات ملفات كبيرة وحتى ملفات فساد هذه القضايا الكبيرة لازم نحكيو فيها أكيد الملف بتاع سيد رئيس الحكومة باش يكون مطروح لكن أنا أتمنى أنه في الديسكور نتاع الأولاني دونك باش عام بريزونتاسيون للبرلمان لابد أنه في بريزونتاسيون يكون واضح أنا رجاء وأتمنى كما قلت في كارتاج بلوس لا تعملوا لي قراءات الفصل 20 تقولوا لي هذا مش واضح هذا مش واضح ثم خطأ حصل وثم حاجة حصلت غالطة ما المستشارين نتاعو ما فهموش يقول انا راني نعتذر للتوانسة واذا القانون يستوجب اي قرار تجاهي انا راني سانضبط القانون نقطه ارجع للصفر من غير ما نحلوا التفاصيل وثم قانون وثم تفاصيل اخرى هذه انا نتصور تخلي الجلسه نخدموا فيها اللي ينفعها البلاد هذه ماك تعرف زاد مدام يمينه معناها الشبهه بعض ساعات تقعد لازقه حتى ولو على حسن نيه في الامور دوله فماش نية وحسن نية وسؤال نية فما حاجة الإكزومبلاريتي معناها ما تنجمش أنت تطلب من المواطن باش يعمل تضحيات وشريكتك عاملة صفقة بالكم هذاك مش حتى كانت عاملة تقبل معناها نحكي لك أنا جو ريبريزونت شوية اللي نسمع فيه أوتور دو موا معناها فما ناس اللي هي متساند في 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 إجراءات الياس الفخفاخ لكن هذية قاعدة حاجة أون بليس نجم تضعف الحكومة أنت كيفاش تنجم نهار آخر تحاسب ناس